لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام أنتم بألف خير وخير. شهر رمضان هو شهر الخير اللي تكثر فيه الأعمال الخيرية والتضامنية والتكافل الاجتماعي. اليوم راح تكون معنا جمعية همسة أمل للصم البكم وزراعة القوقعة اللي راح تقوم بعملية توزيع لوازم السمع لفئة زارعي القوقعة. تابعونا مشاهدينا الكرام. إذن في هذا العدد يحضر معنا رئيس جمعية همسة أمل للصم البكم وزارعي القوقعة، راح تحدثنا على هذه المبادرة الطيبة لتوزيع لوازم السمع لفئة ذوي الهمم. أكيد يحضر معنا ونتشرف بحضور الدرباري سعد رئيس جمعية همسة أمل للصم البكم وزارعي القوقعة. مرحبا بك سيدنا الكريم، تحدثنا على هذه المبادرة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد درباري سعد رئيس جمعية همسة أمل للصم البكم وزراعة القوقعة بورقلة. نبذة صغيرة على نشأة هذه الجمعية. الجمعية التي اعتمدت في 2011 ودائما مع زراعة القوقعة، والذي انطلق الزرع في ورقلة في سنة 2009 بخمسة أطفال آنذاك، وكان بمستشفى محمد بالضياف، وكانت المبادرة الأولى. كي اكتشفنا الاعاقه نتاعو بدينا نتبعو فيه، درنا له هذاك ودلونا على الجمعيه. الحمد لله الجمعيه تبعتنا، تكفلت بينا، زرعت القوقعات، تم التكفل بالزراعه والارطفوني، تعطينا الاكسسوار تاع القوقعه كي تعطل تعطيل اي تعطيل تعطينا الحمد لله. التنقل تاع الريغلاج تكفلتنا به، ثانيه يجونا هنا تاع الريغلاج يجونا هنا، عاد يجونا كنا نروحوا من هي الجزائر عاد يجونا هنا بفضل الجمعيه، مجهودات الجمعيه نشكرها، تقوم بمجهودات جباره الجمعيه. اكتشفنا الاعاقه تاعها كي كان في عمرها عام، وجهونا للجمعيه، قمنا باعداد الملف الخاص بالعملية الزرع، ومن ثم تم التوفيق بإذن الله وداروا لها العملية في عام 2015، والحمد لله مع الأرطفونيست بركات وسيلة وتواصل مع الجمعية دائما اللي هي اللي كانت تنسق بين الأرطفونيست والجماعة اللي كانوا يجوا من الجزائر باش البرمجة تاع الجهاز كانت عاد يسمى فيها مراحل. Thank you.
بمناسبة هذا الشهر الكريم هي مساعدة الأطفال بمستلزمات السمع. ليكون في علم الجميع أن الأطفال هذم دائما تحت الجمعية لما يعني تتحقوا سواء دي كابل أو بيل أو مستلزمات أخرى يتصلوا بنا، اللي إن كانوا موجودين في الجمعية فالجمعية تساعدهم، وإن لم يكونوا موجودين في الجمعية فالجمعية توجههم أو تتصل بالشركات المختصة في هذا المجال. بجمعية همسة أمل الأطفال الصم والبكم وزارعي القوقعة كشريك اجتماعي لهذه المؤسسة، وبمناسبة الشهر الفضيل نقول رمضان كريم لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية والعربية. بالنسبة للمؤسسة، هي مؤسسة تربوية بالدرجة الأولى تحتوي على أطفال صم بكم وأطفال مكفوفين، وهي المدرسة الوحيدة بالولاية. جمعية همسة أمل وعلى رأسها السيد دربالي هي جمعية يعني واقفة قدما وساق على رعاية هذه الفئة، بالنسبة لفئة الصم والبكم، بالنسبة لفئة زارع القوقعة خاصة. جمعية توقف معنا من بداية الدخول المدرسي، هي وقفة معنا تبدأ معنا حتى التحضير، يعني هي من العائلة، تحسها من العائلة من التحضير. بالنسبة للشيخ دربالي يعني هو عنده خبرة مع هذه الفئة، نهزه من عنده التوجيهات والإرشادات. وثاني بالنسبة للتكفل النفسي، عنده أورتوفونيست واقفة مع الأورتوفونيست اللي عندنا التكفل مع في قسم الثانية متوسط، وهذا بحضور المديرة التي تشكر على أعمالها وتفتح لنا الأبواب. كاننا في عائلة واحدة، ونحن كجمعية همسة أمل للصم والبكم وزراعة القوقعة شريك لهذه الفئة. وكما قالت المديرة، دائما نحن حاضرون سواء في التحضير الأقسام، سواء في التحضير المدرسي، سواء بمدرسة صغار الصم بوركلا، وعمل الجمعية دائما متواصل في هذا المركز. أكيد يحضر معنا المرة الثانية السيد دربالي، كيف العملية تتم هنا في هذا المركز صغار الصم؟ بالإضافة إلى المجهودات التي تقوم بها الجمعية، هي لنا دائما اتصال مع جمعية مع مدرسة صغار الصم بالمدرسة تاع الصم البكم بوركلا لهنا، ودائما مع اتصال مع المديرية مع المدير من أجل نقل مشاكل هاد الأولاد، من أجل قضاء حوائجهم في الأمور هذيك تاعنا. كذلك عندكم ترافقوهم في هذا المركز وفي الجانب البيداغوجي وفي كل شيء هنا في المركز. الحقيقة هي المدرسة، حقيقة هي المدرسة قائمة بمجهوداتها وعلى رأسها السيدة المديرة، ولكن احنا دائما متابعين مع أي مشكل مع هالدراري ولا حاجة مع الطلبة هدم تاع الصم البكم، احنا دائما متواجدين معهم لحل أي مشكل يطرأ في المدرسة أو غير المدرسة أو في مجال الصحي وإلى غير ذلك. كنا إذا المشاهدين الكرام مع جمعية همسة أمل للصم والبكم وزراعة القوقعة بوركلا، وتابعنا العمل تاع الخير تقوم به هذه الجمعية الخيرية. نتلقاو إن شاء الله في عدد آخر من حصة